الأوقات وأول التحديات. كيتاتي بروق لمالكها صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان، وتنتزع الكاس بتوقيت أفضل وأجمل في هذا المساء. 12 دقيقة 26 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا للصعب محمد بن سلطان بن مرخان، سلام مرغم سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته بروق. أما الشوط الثاني، الشوط الخاص بالبكار المحليات الأصايل، تاتي أمباب أيضا بشعار حمد بن عبد الله بن غانم الهديفي، وتاتي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 38 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا للأشقاء بدولة قطر الشقيقة، سلام معيذر سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته أمباب. متباهية تنتزع أيضا شوطنا الثالث، والبندقية الخاصة بالجدار المفتوح لمالكة الجريء سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، وياتي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 50 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. التهاني موصولة لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، سلام العين سلام مع الأداء المتميز اللي قدمه متباهي. وسعدت مساء يا هالي زاخر. أما الشوط الرابع فينطلق نمرود بناموسي هذا الشوط لمالكة محمد بن علي بن حليس العفاري القادم من مدينة العين، ويقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 44 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. أما الشوط الخامس، الشوط الخاص بالثنايا البكار لفئة الإنتاج والمنتجين، تنطلق مفنودة بناموسي هذا الشوط، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 46 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. التهاني موصولة لمالك مفنودة العثب الخزع العامري. أما الشوط السادس وشوط الخاص أيضا بالإنتاج وفئة المنتجين مع البندق أيضا المارد لمالك عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، وياتي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 51 ثانية بالوفاء والتمام. أما الشوط السابع فكانت التحديات من نصيب حطين لمالك حميد بن محمد بن حمد العويسي، تاتي أيضا وتنطلق بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 38 ثانية وجزء واحد من الثانية. شوطنا الثامن كان الموعد حاضرا مع الشايبة لأحمد بن مبارك بن مايد الأخيلي، حيث أن قطعت مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 43 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، لينطلق متوكل في شوطنا التاسع يضيف السيارة الثانية في رصيده في هذا الموسم لخلفان بن علي بن خلفان الرفيسة، وياتي بتوقيت زمني وأيضا مقدار 12 دقيقة 49 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. سرابي ينتزع ناموس الشوط العاشر لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، وياتي أيضا بتوقيت زمني مقدار 13 دقيقة وثمان أجزاء من الثانية. أما الشوط الحادي عشر فأمست التحديات من نصيب الهبوب لحمد بن علي بن حنزاب، وتاتي أيضا بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 39 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. أما الشوط الثاني عشر فكان الموعد حاضرا مع محنة لحمد بن متعب بن حمد العامري القادمة من الساد، و12 دقيقة 40 ثانية ثمان أجزاء من الثانية هو توقيت محنة. مكرم ينتزع ناموس الشوط الثالث عشر لفهد بن خميس بن ناصر السنيدي، وياتي بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 57 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. أما الشوط الرابع عشر فكان الموعد حاضرا مع عزام لعلي بن غانم بن علي المنصوري، 13 دقيقة ثانية واحدة وجزء واحد من الثانية هو توقيتي عزام. شوطنا الخامس عشر، الشوط الخاص بالإنتاج وفئة المنتجين، تنطلق بلبلة بناموسي هذا الشوط لجابر بن علي بن سعيد الجربوعي المري، و12 دقيقة 32 ثانية سبع أجزاء من الثانية هو توقيت بلبلة. الرباعة تنطلق مع الشوط السادس عشر بشعار راشد بن حمد بضعيف بن غدير الكتبي، 12 دقيقة 33 ثانية خمس أجزاء من الثانية هو توقيت الرباعة. شوطنا السابع عشر كان الموعد حاضرا مع مشكور لسعيد بن محمد بن مبارك الأخيلي القادم من الخزنة، 12 دقيقة 52 ثانية وخمس أجزاء من الثانية هو توقيت مشكور. أما الشوط الختام، الشوط الثامن عشر فأمست التحديات مع الفائز لسعود بن جابر بن حمد بن حنزاب البري، و12 دقيقة 47 ثانية بالوفاء والتمام هو توقيت الفائز. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا.
مشاهدينا متابعينا الكرام. إلى هنا ناتي إلى ختام سباق هذا المساء، تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. حسن شي ما يلحق.